طويت صفحة عمالة زياد عيتاني لإسرائيل بإصدار القاضي رياض أبو غيدة قرار إخلاء سبيله من دون أي كفالة مادية، في وقت أصدر فيه مذكرتي توقيف وجهيتين بحق المقدم فزان الحاج والمقرصن إلي غبش. خلوا القضاء بكرة بيكشف شو صار معي أول 5 دقايق لما فتت. عذبوك التعسيب إجا نهار الأحد ب26، يعني ما بعد الاعتراف ما سمي بالاعتراف. وليش اسألوا القضاء. خرج زياد عيتاني إلى الحرية وتوجه إلى بيت الوسط حيث عانقه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال إن ما حصل اليوم هو تحقيق للعدالة، ولا شك أن هناك ظلما وقع عليك، لكن الدولة أظهرت بأجهزتها وقضائها والطريقة التي عملت بها أن إحقاق الحق ممكن في هذا البلد. ومن هناك إلى طريق الجديد حيث منزل عائلة عيتاني، تأهبت المحلة لاستقبال ابنها الآدمي بلافتات رفعت في شوارعها وعلى أبنيتها. وبعد طول انتظار غرد زياد عيتاني على صفحته على تويتر: شو ناطرين؟ يلا قوموا لقوني عطري الجديدة، جيبوا الحلو من عند الصفصوف والدعو ونمر الوادي، يلا اشتقت لكم. والدته سارعت إلى أسفل المبنى، كذلك أصدقائه ومحبوه الذين لم يشكوا يوما ببراءة عيتاني. أنا اللي صار معي بالقضاء ولاحقا بجهاز المعلومات أثبت أنه خلونا نعطي أمل شوي، يعني ما نخاف كلبنانيين من أنه اللي تعرض له زياد عيتاني ممكن يتعرض له الجميع. لا، أنا حالتي كانت بخطأ مقصود من أشخاص أفراد محدودين بجهاز نحن كمان نحترمه وبدنا إياه موجود بالبلد اللي هو جهاز أمن الدولة. بالتالي الأخطاء بتوقع على كم شخص هنيكي. أول الحاضرين وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد أن من أخطأ يجب أن يعتذر. أنا مشيت بهالقصة بدعم وبتأييد كامل من رئيس سعد الحريري، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه. زيارته اليوم لرئيس الحكومة ماذا تعني؟ تعني أنه الحق هو اللي بالآخر بيبين والظلم ما بيستمر. هيدي نموذج لازم نحافظ عليه وندافع عنه بكل قضية. أكيد اللي غلط لازم يعتذر. لحظة ما راح أسمي حدا. هذا الأمر عند القضاء. في كتير لبنانيين صدقوا اللي نقال عن زياد. إذا جهاز أمن قال هيك أنا أنا صدقت. شخصيات سياسية زارت منزل عيتاني أبرزها الرئيس تمام سلام، كذلك أصدقائه ومحبوه أتوا ليصدروا ستارة ظلم دام 4 أشهر.